بماذا تفسرون ظهور البقع النفطية التي ظهرت الجديدة طبعا، التي ظهرت بالقرب من نادي ضباط المسيلة بعد 5 أيام من ظهورها، أيضا في رأس الزور قبل أيام في يوم 11 من سبتمبر من هذا الشهر؟ نعم، أو من أغسطس بالتحديد. أولا أود أشكر الحقيقة تلفزيون الكويت لإتاحة هذه الفرصة لإطلاع الحقيقة المواطنين على المستجدات بما يحدث حاليا بالنسبة حق البقع الزيتية. احنا طبعا اتبعنا سياسة الشفافية التامة منذ بداية الأزمة في مثل ما تفضلت في 11 أغسطس، وابتدينا نطلع الأخبار يمكن بالساعة حسب ما نشوف احنا المستجدات بناء على المسح اللي تقوم فيه القوارب واللي تقوم فيه الطائرات العمودية اللي مشكورة وزارة الداخلية زودتنا فيها، بالإضافة إلى الطيارات بدون طيار اللي متواجدة في المشروع الزور حاليا. ظهور البقعة الجديدة في المسيلة الحقيقة كان بالنسبة لنا مفاجأة، لأن احنا قبلها يمكن في يوم واحد أعلننا أن المسح بيّن أن ما في أي بقع زيتية جديدة تدخل البلاد. طبعا احنا رأسا من أتانا البلاغ الحقيقة من خفر السواحل الساعة 3 ظهرا يوم الخميس، توجهت رأسا القوارب التابعة لشركة نفط الكويت إلى الموقع لمسح الموقع وأخذ العينات لمطابقتها بالعينات اللي موجودة في جنوب الكويت بالبقع الزيتية اللي داهمتنا في جنوب الكويت في 11 أغسطس. اتضح لنا الحقيقة أن هذه بقعة لا تمت بصلة إلى البقع اللي كانت موجودة في الزور، لأن هذه اتضح أنها عبارة عن نفط قديم متكتل. هذا طبعا ما يمنع أن احنا أخذنا عينات وراح نحللها علشان نحاول أن نتوصل إلى مصدر هذه البقعة الجديدة إن شاء الله.